إذن نبدأ أولا بالوحدة الأولى من وحدة الشفرات أو الشفرالار في مادة الآي كيو منهاج متروبول الكتاب الأول. الآن عم نشتغل الكتاب الأول، كنا حكينا الدرس الماضي الترتيب اللي راح نشتغل فيه الكتاب الأول، الكتاب الثالث ناخذه على شكل هوم وورك، الكتاب الثاني نعمل فيه ريفيجن. هاي بالنسبة للمراجعة متروبول، المراجع الأخرى ناخذ منها اختبارات. بعد ما نخلص نهائيا مراجع متروبول ننتقل إليها بشكل تلقائي. الآن عمليا الشفرالار مثل ما ذكرنا بالدرس الماضي، عندي أنا فضاءين، الفضاء الأول يحتوي على فضاء أرقام، الفضاء الثاني يحتوي على فضاء أحرف أو أرقام أو رموز. نحن شو بدنا نساوي الآن؟ بدنا نقوم بإجراء عملية مطابقة بين فضاء الأرقام وفضاء الأحرف أو فضاء الرموز. المطابقة تتم يا أصدقاء بالشكل التالي، عندي الـ A ككلمة أو هون كلها كلمة action تقابل D O V D P. الآن ببساطة في موقع الـ A، إذن الـ A تقابل الـ D. تمام. الآن في الكلمة عندي، لاحظ معي ما في عندي حرف مشترك بين الذات المعطاة والكلمة المجهولة غير الـ A، إذن A تقابل D، والD مكررة كم مرة؟ مرتين. معناته أبحث أنا من ضمن الإجابات وين في تكرارية للدي، في الموقع الثاني وفي الموقع الرابع هو الإجابة الصحيحة، وبالتالي الجواب هو إيه. بالتالي الجواب الصحيح هو هنا تكرارية خاطئة، التكرارية هي سي خاطئة، التكرارية هي دي خاطئة، والتكرارية هي إي خاطئة. واضحين المنطق اللي اشتغلنا فيه؟ السؤال رقم اثنين، تفضل. الإس تقابل البي، الأ تقابل الياء مشجع، الN تقابل الL، والA تقابل الY، والV تقابل، يعني كل المعلومات واضحة موجودة لدي. الA تقابل الY والV تقابل الU، الA تقابل الY. إذن الكلمة الثانية أنا الموقع الثاني هو حرف الY، هو الموقع الثاني زد، الموقع الثاني في هذا المكان هو إي خاطئ، الموقع الثالث زد. الآن بدي أقوم بإجراء عملية مطابقة، شوفوا مطابقة أو اختيار بين البي والسي، بين البي والجي. مين بيقول الإجابة ويعطيني تعليل لماذا؟ أستاذ بي. إجابة بي، لماذا؟ لأنه حرف الأ بيقابل اليوم أشاقة، بينما هنا هنا في موقع اليوم أشاقة تشي، وبالتالي جي إجابة خاطئة. نتابع أصدقاء، واضح لحد الآن؟ في شيء مو مفهوم بالنسبة للتمارين الشفرة؟ طبعاً لسه ما بدأنا. مفهوم أستاذ. نعم؟ إيه واضح مفهوم. يلا. طبعاً راح تابع بالحل بعدين أنتوا تبلش بعملية التدريب. نفس المبدأ تماماً، عندي تطابقية صالك تقابل V E K E M O. الآن بدي أقوم بإجراء عملية مطابقة، يعني أنظر مباشرة للكي كونه هي الحرف الأول المجهول، الكي تقابل الـ أ، صح ولا لا؟ لا، بحذف الإجابات، كل كلمة لا تبدأ بالأو اللي فوقها نقطتين هي إجابة خاطئة. الآن بدي أختار، يلا مين بيختار الإجابة هي البي ولا الإي؟ يعني بدكم تعطوني مفتاح ثاني للحل. الإجابة هي البي. الإجابة هي لأنه ثاني حرف الـ أ هو يقابله الـ M. بالضبط، وبالتالي التكرارية الموجودة هنا ثلاث مرات هي M في هاي المواقع، وبالتالي دي إجابة خاطئة والجواب الصحيح هو. تابع بالسؤال رقم أربعة، نفس المبدأ تماما، الكي تقابل الـ L، كلمتي راح تبدأ أو الشفرة الخاصة لدي راح تبدأ بحرف الـ L، كل كلمة لا تبدأ بحرف الـ L هي إجابة خاطئة. الآن يجب أن أقوم بإجراء مطابقة بين الـ A والـ C، مين بيقول لماذا؟ تمام، مين بيقول A؟ حمزة. حمزة لماذا يا حمزة؟ عرفت يعني عنا الـ L O بالكلمة ما في L، الـ L تقابل الـ O أوه. وكلمتي ما فيها ال، ما فيك تحكم هيك، ما في تحكم
ما فيك تحكم، ما فيك إذا ما فيها إل معناها على أساس بدك تقوم بإجراء عملية مطابقة؟ قول هيك حمزة، قول هون في عندي تكرار تكرارية. بينما في المواقع هنا مو مكررة يا أصدقاء، شايفين؟ لأنه الإن هي تقابل الري. تمام بالضبط، الإن تقابل الري. هذا بالضبط. فهون هنا فيني أقول الإن تقابل الري، وهنا كلمتي لازم يكون في حرف الري، وهذا الإجابة ما فيه حرف الري وبالتالي خاطئة. أو تقولوا في عندي تكرارية أنا بالفي، تنظرون إلى نفس الإجابة نفس الخيار. تكرارية بالبي، يعني هنا الموقع الثاني والموقع الأخير لازم يكون مكرر مشان تكون الإجابة A، وبالتالي إجابة خاطئة والجواب هو C. طبعاً عمليات الحصول على مفاتيح الحل، يعني أنا بهمي بالشفرة لار إيجاد مفاتيح الحل. إذا حل السؤال من مفتاح، أول مفتاح يحذف لي ثلاث إجابات، المفتاح الثاني بيختار لي من الإجابتين الباقيتين إجابة وحيدة وصحيحة ومؤكدة. تمام؟ متابع؟ لازم نسأل سؤال؟ تفضلي. هون بالرقم واحد حاطط انه ال يقابل ال O، بس ب C ال O مقابل ال U، ليه؟ رقم واحد هاي رقم ثلاثة، ارجع رقم واحد. لا أوه. لا هون بالسؤال الرابع الكلمة الأولى. السؤال الرابع ال K تقابل ال L صح؟ ال K مقابل ال O، ال L تقابل ال O. تمام؟ وبالسي الأو حاطينه تقابل اليو. السي طبعاً هنا ها زميلكم عم تسأل إنه ال تقابل الأو، هنا بالتعريف هنا كاتبين ال تقابل الأو، لما اختاريت الإجابة السي طلعت معاي اليو تقابل الأو، أو العكس لازم الـ O هي اللي تقابل اليو. خلينا نكتب الكلمة L O R S T. لا هذا السؤال، الـ U تقابل الـ O، يعني ممكن إنه الـ L والـ O، الـ L تقابل الـ O بنفس الوقت اليو تقابل الـ O، أو ممكن يكون خطأ مطبعي، يعني أنا أتوقع يكون خطأ مطبعي، يعني إلي كخطأ مطبعي أعتبره، لأنه لازم كل حرف يقابل حرف محدد. هنا عندي حرفين قابلوا نفس الحرف، ممكن أعتبره خطأ مطبعي، لكن بالمجمل الإجابة الصحيحة هي جي، لأنه الكلمة ما بتحتوي تكرارية، أنا كلمتي هون ما فيها تكرارية، لهالسبب أنا حذفت الإجابة. تابع، أنتوا الكتاب معكم الآن، صار صورتوه صار معكم صح؟ طيب صار رقم خمسة، نفس التكنيك تماما. أنا شوفوا في عندي يعني مشان سرعة الحل الشيء بالمنتصف وتكرارية في الآ، يعني فيني ببساطة أقول الآ هي تقابل الأو، عندي تكراريتين بالأو الموقع الثاني والموقع الرابع، بحذف الإجابات، الإجابة الصحيحة الموجودة هي بي، مفتاح واحد للحل أعطاني الجواب الأي تقابل الأو، في عندي تكرارية بالكلمة، وبالتالي ببساطة الجواب هو ب. طب ليش حذفنا رأساً جي؟ ليش حذف الجي؟ جي لأنه ما فيه تكرارية، لأنه بيها أو. تمام، لازم هون يكون في أو. لازم يكون بيها إيه، مشان تكون تكرارية. لو كانت في هون أو أرجع أنا أدور على مفتاح ثاني للحل، صح ولا لا؟ هذا الشكل. سؤال رقم ستة، يلا تفضلوا. تفضلوا رح نأخذ من شهد، يلا تفضل يا شهد. سؤال رقم ستة استاذ، قال لك تجاوب اول شيء مباشره ولا لا؟ لا لا ليلي، شو عم اول شيء لقيتهم كل رقم اي حرف بقابله. الخمسه يقابل الآ، لسبب اول واخر حرف لازم يكونوا آ. تمام، الشفره الخاصه لدي تبدا بآ وتنتهي بآ، نبحث الاجابات، هنا تبدا بآ لا تنتهي بآ، تبدا بكي تنتهي بآ، تبدا في آ ولكن الموقع الثاني هو آ، تبدأ الموقع الثاني، وبالتالي الإجابة الصحيحة هو D. تمكنتي هيك يا شهد من مفتاح واحد للحل. نعم فينا نعمل هيك كمان، إنه أول وآخر حرف لازم يكونوا متشابهين، بدون إجراء عملية المطابقة قصدك. تماما، بدون ما تقول إنه الآ تقابلها خمسة فيك، أيضا صحيح. طبعا بالآي كيو يا أصدقاء كل تمرين هو حالة، كل تمرين هو فكرة، يعني
تقبل الحل بعدة طرق، لكن الأهم هو الوصول للحل بالطريقة الأسرع. تعب يا شهد، شهد وين راحت؟ أنا هون أستاذ. يلا تفضلي تعبي. تمام. الخمسة يقابل المربع، معناها آخر شيء لازم يكون في مربع عندنا. تمام. ما بيضل غير بي وسي. طيب هاي تركت بي وإي. على عفوا بي وإي. البي والإي تمام. شو كمان؟ الأول لازم يكون شو هاي V إشارته. الأول قصدك أنا بإجراء عملية المطابقة السبعة، هاي الإشارة هنا ثمانية. طيب الإجابات معناها بي، والإجابة الصحيحة هي بي. تفضلي ثمانية تابعي. آخر سيمبول لازم يكون مثلث. تمام. طلع عنا بس سي وإي. زميلتكم أجرت عملية المطابقة بالسبعة وجدت أن السبعة هو مثلث، حذف الإجابات، وجدت ظل عندها السي والإي. طيب تابعي. أول شيء لازم يكون عندنا دي. تمام. أول خمسة سيمبول. هي إشارة الدي. لا طيب. سبب جواب سي. والجواب هو سي. ممتاز. يعني غالبا صارت واضحة الفكرة اللي عم نشتغل عليها. تمام شكرا يا شهد. مين ايضا يطلع معنا الاونلاين؟ مين ما شاف حد رفع ايده؟ ما في حد رفع لنا. نفس الاسلوب تماما، نفس اجراء عملية فهمنا الداتا المعطى. سلام تفضل، تفضلي هاي الداتا المعطى. سلام تفضلي. استاذ عندنا الاسم ايوه اول حرف بيطلعوا 192 198. هنا الدي والاي، حذفنا الدي والاي. طيب فعندي كمان عندي كلمه ري في عكس اي حتكون 61. تمام هنا 61 حيكون جواب وبالتالي الجواب هو الصحيح هو بالضبط. قامت بإجراء عملية مطابقة بزميلتكم هنا، أخذت جملة مطابقة كاملة ما أخذت حرف واحد. هاي فكرة صحيحة أنه أخذ، ممكن أنا الكلمة أخذ فيها جملة كاملة، وبدل ما تقول الآي هو واحد وتقول الزد هو تسعة، وقالت أنا عندي الكلمة تبدأ بإز أخذت 198. تفضلي تابعي. سلام سؤال رقم 10. إيه عندي في الثلاث أحرف اي كي تي يقابله الماء و ار. طيب وعندي بالكلمه المطلوبه كيت هي عكس هاي الكلمه اللي فوق، معناتها رح يكون ري و مي. ري مي لا رح تكون او وعفن او. طيب امسح، رح تكون شو يعني مشان ما نتخربط. تمام تكون او مي ري. مي ري. طيب بالبحث رح يكون جواب جي، والجواب هو جي. أحسنتي. بهالشكل يعني واحدة بسيطة جدا ما توقع فيها صعوبة. تابع سلام. اي هي ايش؟ رح يكون شي اي كلمة مطلوبة. ثواني بس، شو حكيتي ايدي الكتاب؟ الا والي هني ايش؟ الا والي هما ايش؟ فحتكون هي عكس الاول حرفين، حتكون شي. شي. تمام كل الاجابات تبدا في شي. شي ايه استاذ؟ شي ايه صح. صح تمام صح. هنا بنفس الاسلوب ايضا قامت باجراء عمليه مطابقه، الاي تقابل الشي، الا تقابل الاي، راح تبدا كلمه الشي اي، نحذف الاجابات، الاجابه الصحيحه هي جي. الثانية سلام. هل تست الأول؟ خلاص. لا تابعي سلام، لسه في عندك هذا التمرين. تابعي تفضلي. الثمانية هي تقابل مثل حرف الان. تمام. هذا الشيء عندي حرف الان. راح يضل عندي دي وسي. تمام.
عند السبعة هي قابلة مثل الأ حتكون جي. راح تكون السبعة راح تكون وبالتالي الجواب الصحيح هو جي. وبس واضح يا أصدقاء؟ في صعوبة لحد الآن في التست؟ أتوقع أنه في يعني يكون صعب. هاي الآي كيو؟ هاي بدايات الآي كيو. مثلا ما حضرت بداية الدرس. ما حضرت بداية الدرس؟ لا. هلا راح أرجع عيد بالتست رقم اثنين، التست رقم اثنين من الكتاب راح أرجع عيد مرة ثانية. ما تعرفين؟ هاي التست رقم اثنين إعادة مرة أخرى للفكرة. الفكرة بالشكل التالي: أنا عندي مجموعة أحرف، هذا نسميه فضاء يرتبط بفضاء آخر، يعني بإجراء عملية المقارنة راح أوجد أن الآر تقابل التي. الآر تقابل التي معناته في هذا الموقع شايفة كلمة الآر بالكلمة المجهولة هنا الموقع التي. يعني أحياناً الإجابات ما بتساعدني، يعني مفتاح واحد للحل ما بيكفي إنه والله وجدت الـ R T، لا بدي أوجد أيضاً أحرف الـ A تقابل الـ T. معناته أنا الموقع الثاني لكلمة T والأخير T أيضاً ما بتساعد الحل، ما بتساعد للحل ما بتكفي الـ A تقابل الـ T. يعني هلا من شوي التست السابق كان تست بسيط جداً بإجراء عملية مقارنة ومفتاح واحد للحل إيجاد الإجابة، يعني إذا تعذبنا كثير بأخذ مفتاحين. بعض التمارين بالشفرالات تحتاج أيضا إلى إيجاد مفاتيح، مثلا هنا البي إذا أخذته أنا كإجابة البي تقابل الدي، ولكن البي كله على أساس أو كله بالأساس غير موجود. الشيء تقابل اليو، إيه كل كلماتي تبدأ بيو صح ولا لا؟ الجي تقابل الجي، الدي تقابل الجي، يعني هذا كثير بيفيدني، يعني يو شي جي، يو شي جي صحيح، يو شي دي خاطئ، يو شي تي خاطئ، يو شي مشدد خاطئ، يو يعني الجواب الصحيح هو سي. يعني شوفوا انا لو قمت بإجراء عملية المطابقة بدأت بالآر، وجدنا إنه الآر هنا تقابل الشيء، لكن في عندي كثير كلمات في موقع التي ممكن تنحذف عندي إجابتين عادي، إيه تمام ماشي الحال. الشيء تقابل اليو، لكن كل الإجابات البقية لدي تبدأ بحرف اليو، وبالتالي لحد الآن الآر فادتني شوي بحذف إجابتين، اليو ما استفادت منها أبدا. الاي تكراري راح تقولوا لي الاي مكرره، هذا ايضا يعتبر مفتاح للحل، هنا الشيء مكرره والشيء مكرره والشيء مكرره، الاي ما استفادت من الحل. المفتاح الوحيد للحل او الاسرع انا بدي اياكم تفصلوا لهي الفكره، الدي تقابل الجي، معناته هنا في الموقع الثالث في حرف الجي، في الموقع الثالث هي مشقه خاطئ، في الموقع الثالث كي خاطئه، والجواب الصحيح هو السي بهذا الشكل. واضح؟ متابع؟ ما فهمته. يلا ما بيس هلا بنروح ناخذ مره اخرى. هذا التمرين مثلا ندى، حرف هذا فضاء يحتوي على احرف، الشفرة اللي تقال اسمه البحث شفرة لار، يعني انتم عندكم داتا، او مثلا بتفوت مثلا تستخدموا الماكينه بانك، دخلوا الارقام تبعكم، الارقام تبعكم مرتبطه بشو؟ بالاسم. يعني مثلا ندى ما بيتعرف عليه الماكينه او اله الصرافه، ما بيتعرف على الاسم، بيتعرف على الشفره اللي تقابل ندى. فشو بيجرى عمليه مقارنه لما شاف ان، لما حطيتي واحد يصير يفرز كل الأحرف اللي تبدأ بالواحد، لما حطيت اثنين يصير يفرز كل الأحرف اللي تبدأ بالإن آ، لما حطيت ثلاثة يصير يفرز كل الأحرف اللي تبدأ بالإن آ دي، لما حطيت أربعة بيطلع إنه هاي الشفرة المقابلة للاسم. هنا بنفس الأسلوب تماما، أنا عندي مجموعة أحرف تقابل فضاء آخر مكون من مجموعة أرقام،
يعني الان تقابل واحد، الاي تقابل اثنين، والاي تقابل ثلاثة. هاي الداتا كلها داتا معطاة، كلها given، كلها معلومات. الاي تقابل الستة، الشيء تقابل السبعة، صح ولا لا؟ شوف هنا ده. الان هاي الكلمة المجهولة اللي بدي اياها، هاي الكلمة بدي اعرف بناء على المعطيات الموجودة فوق اي شفرة تقابلها. هذا قصدي انا، هذا المفهوم، هذا اللي عم ابحث عليه. شوف استاذ ممكن احلها؟ تفضلي. شو كان الاسم؟ تمام. عندنا اخر حرف ايه؟ اسمك، اسمك الاسم. نعم استاذ. شو الاسم؟ ما عم اقدر اقرا. نعم استاذ. شو اسم حضرتك؟ ما عم اقدر اقرا. كادي. كادي، يلا تفضلي. تمام. استاذ اخر حرف عندنا يا ايه، والاي تقابل ثلاثة. اخر حرف عندنا يا هو الاي، والاي تقابل ثلاثة. شوفي تساوي زي ثلاثة. اخر الاحرف الثلاثة قبل الاي هو هان. هان تقابل 421. طيب، يعني زي ما كنا نقول حذفت هاي الإجابة وهاي الإجابة يا أستاذ. طيب، لسه بي عندي. في عنا الجي تقابل 8. الجي تقابل 8. ما استفادت أيضا. شوفي مفتاح 2 3 كله يبدأ بالثمانية. ال او ام أيوة هي عكس الام او. أيوة يعني 65. 65 تمام. هاي حذفتي لنا واحدة الحمد لله. لسه في A والسي 65. لا الاي مو ضابطة ايضا. 66 صح، معناته جواب جي، وبالتالي الجواب هو جي. احسن بهذا الشكل. يعني شوفوا انا بيهمني بالشفرة لار، لما يجيكم سؤال بالاختبارات ما تضيعوا عليه كثير وقت. طبعا هالامور هاي وين راح بنهاية درس الشفرة لار بتلاحظوا السرعة اللي راح توجدونها بالحل. يعني راح توجدون الحل بطريقة سريعة جدا، يعني مباشرة راح تنزلون على مفتاح، ما بتمروا بمفتاح الجي ولا بمفتاح الاي ولا بمفتاح الها، راح مباشرة بتوصلوا المفتاح الاو ام او، المفتاحات تستخدموه بالحل. يعني هون ليش ما خطرت في بالكم قبل ما تدخلون مفتاح الجي، ليش ما تدخلون الإجابات اللي موجودة عندنا هي الاي والبي والسي؟ هنا في تكرارية في موقع الأو، هنا ما في تكرارية، خاطئة. هنا ما في تكرارية، خاطئة. وبالتالي الجواب الصحيح تمام. ندى تفضلي حلي لنا التمرين التالي. شكرا يا كادي. ندى تفضلي. تين هاي تين مو سي ان اي ان 723. 723 تي تي ان تي ان تمام. يعني الان هي 3 والاي 2 والتي 7. هاي معروفه، هاي مكتوبه امامنا. مفتاح الحل مثلا الاول الشيء شو بتقابل؟ 6. هنا شو بتنتهي كلمتي الشفره الخاصه لدي؟ تنتهي ب 6. هاي وهاي خاطئ. طيب تابعي، لسه هذا المفتاح ما كفى للحل، بدي مفتاح اخر. ما تفكري بالبي، ما تفكري بالبي لان البي كله بالبدايه 4، ولا تفكري بالاو لان الاو كله 8. يعني ممكن تختاري الاف كونه متمايزه مره 7 مره 2 مره 9. اذا اوجدت الاف هنا، الاف هي 9، الجواب الصحيح شو بيكون؟ التي صح؟ ليش أنا اختاريت أصدقائي الإف هي مفتاح حل رئيسي؟ شوفوا حتى بهذا التمرين هنا عندكم 8 وعندكم 6، يعني إذا حددتم الشيء راح تنحذف عندكم إما إجابتين أو 3 إجابات. يعني يظل عندي 3 خيارات، يظل عندي خيارتين، ابتعدوا عنه. هنا في تكرارية 4 4 4، تكرارية هنا بالثمانية 5. التكرارية الوحيدة اللي ممكن تكتشفوها هي في موقع الإف، يعني بعد ما تحذفوا الإجابات اللي ما ترتبط المفتاح الأول المفتاح الثاني، خذوا الإف فورا يطلع معنا الجواب الصحيح. يعني بنختصر بهالحالة 3 سكند من حياتنا أو من عمر هذا التمرين.
باختصار 2 سكند من اصل 80 سؤال، يعني عندكم 160 ثانية. يعني انتم دقيقتين هاي كتير هامة بالنسبة لكم، تستخدموها في تمارين اخرى مثل تمارين التفاضل، التكامل، تمارين الجداول، تمارين الاشكال بالاي كيو، تمارين اللي بتاخذ وقت اكثر منكم. تمام، مين ايضا بحل؟ بدنا حدا من الشباب ولا ما في؟ انا استاذ بدي احل. هلا بس خليني اخذ واحد من الشباب اللي ساكتين. ما شايف حدا شباب. هاي حمزه، يلا حمزه. انا استاذي. ايه تفضل حمزه. معنى الام يقابل التسعه. الام تقابل التسعه. الام تقابل التسعه. وين هون 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 عم تحل. الام تقابل التسعه. تمام، كلمتي تبدا بتسعه. يقابل الاثنين. والاي تقابل الاثنين، هاي اثنين يعني تسعه اثنين. والار تقابل الخمسه. زميلكم هون قام يجري عمليات مقارنه. الار تقابل خمسه، تسعه اثنين خمسه. الار تقابل الثلاثه. الار تقابل الثلاثه. بين الحل ثلاثه، وبالتالي الحل هو دي. الاجابه هي دي، صحيح. زميلكم هون ريح فكره، ما بده كثير، قال انه قام باجراء عمليات مطابقه. وانا اتوقع هذا التمرين ما بيمشي حاله الا بهالاسلوب هذا، يعني بده يوجد مفتاح واثنين وثلاثه، يعني بعض التمارين تاخذ مفاتيح اكثر الحل. تابع حمزه. بصراحه الرقم خمسه ما فهمته بصراحه. نفس الشيء، هذا الشفره وهي اللي تقابلها، اللي تقابلها هي واحده من الاجابات، يعني ما عندك جيفن معطى. الجيفن اللي بدك تاخذه على اساس تكراريه. نعم، الثالث بيكون والاخير. طيب ليش اختاريت الثالث؟ لان الار موجود مرتين. تمام بالضبط. لاحظوا زميلكم شو سوا، قال ان الار مكرر مرتين. طيب حلو، شو معناها؟ معناها موقع العمود الثالث موقع العمود الاخير لازم يكون فيه تكراريه. ايوه، هنا مثلث وهنا مربع نصف مظلل، هنا مربع نصف مظلل اليمين، هنا مربع نصف مظلل اليسار، هنا مربع نصف مظلل اليمين. البي والجي بيكون خارج، والاي برضه. ها تمام، لاحظ معي، هنا مربع نصف يمين، هنا مربع نصف يمين، هنا مربع نصف يمين، هنا مربع نصف يمين. هاي خاطئة، معناها يا جي يا دي، صح كلامنا ولا لا؟ اعتقد بيكون معنا الدي. تمام، خليني احذف، احط الان الاجابات. انتم اختاريتوا الان، صفيتوا الاجابات. عرفنا ليش ما اخذنا الآ والبي والاي اصدقاء؟ لازم يكون في تكرارية في موقع الآر، يعني في العمود الثالث والعمود الأخير. هنا مثلث. تمام، تابع. الآن بدي جي ولا الدي؟ هو الدي يا أستاذ. تمام، ليش؟ لأن الكل في البداية مربع قائم، لكن المربع القائم هو الآر، وفي البداية حرف الكي، وهذا مش موجود إلا في الدي. بتجي الرابعة والخامس نفس الدائرة. تمام تمام، أنا ما فهمت فكرتك يا حمزة، هلأ بأخذ منك. لاحظوا معي هنا في تكرارية في الموقع الرابع والخامس، بينما في الرابع والخامس ما في عندي تكرارية. أنا واحد حرف الشي واحد حرف الإي، وبالتالي جي تعتبر إجابة خاطئة. حمزة شو قلت لي حمزة الجواب؟ يكون الدي. الدي لماذا؟ لماذا الدي؟ ليش ميزت الدي عن الجي؟ غير المفتاح هذا، انه هنا في عندي تكراريه وانا كلمتي ما فيها تكراريه، بالتالي حذفنا اجابه الجي. حكيت لي من شوي شيء بس ما بعرف، انا ما انتبهت عليه. لا، انا قلت ان المربعات جميعها قائمه، لكن يختلف التظليل، بعضها في اليمين بعضها في الشمال. لا ما لها علاقه معناها. الحل المفتاح الوحيد انه انا يجي عندي تكرارية وكلمتي غير مكررة، وبالتالي يجي لا تصلح أن تكون شفرة مجهولة للشفرة المعطاة، والجواب الصحيح هو دي. واضح السؤال؟ واضح؟ تابع حمزة تفضل. دي أربعة. دي زميلكم عم يقول هي أربعة. طيب هاي أربعة حطينا، كلماتي كلها تبدأ بأربعة، يعني هذا مفتاح
فقط إضاعة الوقت. بيكون حل جي أستاذ. تمام. آخر شيء. الإن تقابل ستة، كلمتي تبدأ بأربعة وتنتهي بستة. تبدأ بأربعة وتنتهي بستة والجواب الصحيح هو جي. أحسن. سؤال رقم سبعة، تفضل تابع. بس هاي طريقة الحل كل الأسئلة مثلا من الموقع. مين عم يحاكيني؟ ندمه. واحد الشفرالار هاي. هذا الشفرالار، هذا أسلوب الحل تبعنا. كل الشفرات تبدأ تعتمد على هذا الأسلوب. حذف مقارنة، حذف مقارنة وإيجاد الشفرة المجهولة. بس. بهذا الشكل. بيكون إيش؟ بيكون بي أو الـ A. تمام. إس بيكون بي، معناه هنا عندي تكرارية بالإس. وبالتالي الإجابة شو؟ لا لا ليش؟ إجابة إيه؟ مش هكذا بالضبط أستاذي. نعم يا حمزة شو حكيت؟ معنا بي وإي بيكون الخيارين الوحيدين. إيه. الخيارات هي البي. لا البي. هلا طلعت الإجابة ولا لا؟ سؤال. الجواب إيه؟ طلعت تحت. مو جواب. إس تقابل الإس تقابل البي. شوفوا هذا الجواب. يعني أنا في عندي تكرارية في منطقة البي. هي الـ الإيه والثاني. هنا ما في تكرارية خاطئة. ما في غير تكرارية خاطئة. هي الإيه أستاذي بتكون. وبالتالي الإجابة هي إيه. طبعا هنا في خطا بالسؤال لازم يحطوني هيك يساوي عشان اعرف، لانه لما تكون اشاره سهم هاي في الى تكنيك اخر بعض، لكن بعض التمارين حاطين عندما تنبيه مثل هذا التمرين اشاره السهم انه مساواه من الطرفين، يعني الاس هنا تقابل البي وتساوي البي في نفس الوقت، الاس تقابل البي والبي هي نفس الاس. بعض التمارين الاس تقابل البي ولكن البي ممكن ان يقابل حرف اخر، هتنتبهون هاي بشكل مفصل يعني بشكل حذر. هنا الإشارة تساوي الإس هي بي والإي هي جي والإل هي زد والإي هي جي، تمام نقبلها. لكن بعض التمارين تقول الإس تقابل البي ولكن البي ممكن تقابل اليو، اليو تقابل الإل وهكذا. طيب تابع حمزة السؤال التالي رقم ثمانية. نفس الأسلوب حمزة هذا اللي شوي شوي حكي في الليفة، قول لي هنا في تكرارية في الإي الخامس والأخير. نعم تمام، تكرارية في الإي يعني في العمود 1 2 3 4 في العمود الخامس، هنا الخامس والأخير نفس التكرارية. الخامس وين؟ 1 2 3 4 هنا هذا العمود والأخير أنا تبي مستبعد، لازم يكونوا في نفس التكنيك، هاد متشابهين هاد بي خاطئ، هذا متشابهين ممكن يكون إجابة صحيحة، الدي متشابهين ممكن يكون إجابة صحيحة، الإي خاطئ. يعني الآن عندك 1 2 3 إجابات، يا الـ A يا الـ C يا الـ D. تابع روح شوف تكرارية أخرى. تكرارية الـ E. تكرارية الـ E، هاي تكرارية الـ E، ها من الـ E نأخذها. تكرارية الـ I. الـ I أو الـ E يعني في العمود الثالث، تكرارية مطابقة تماما للتكرارية الموجودة في العمود القبل الأخير الثالث. لاحظ هنا ما في تكرارية، مثلث مظلل يمين مثلث مظلل يسار خاطئ، نروح هون مثلث مظلل يمين مثلث مظلل يمين صحيح، مثلث مظلل يمين مثلث مظلل يمين صحيح، ما تفات هذا ما تفات، بدك تختار بين السوب عنا حرف مكرر 3 مرات يعني شكل مكرر 3 مرات وينه؟ بالدي مكرر 3 مرات، شو هو المربع اللي مظلل من تحت ومن فوق؟
المربع المظلل من تحت صحيح. وكرر ثلاث مرات، وبالتالي دي إجابة خاطئة لأنه ما عندي حرف مكرر ثلاث مرات، والإجابة هي سي. أو فيك تقول في عندي تكرارية في موقع الدائرة، وأنا في موقع الدائرة لا يوجد تكرارية، وبالتالي دي إجابة خاطئة، والجواب هو جي. بالضبط بهذا الشكل. تمام. مين بعد حمزة؟ شكرا يا حمزة. أيضا من الشباب رح نأخذ من الشباب. مين؟ روى. روى تفضل يا روى. نعم استاذ. تفضل. في كلمة ألي أيوة. آخر حرفين فيها آخر عددين 22، رح ناخذ عكسهم يكونوا 82. تمام. في عندنا الخيار الأول والدي. طيب. ودي احتمالين. وفي عندنا تكرار بالكلمة حرف التي. تمام. كان موجود بالـ. تمام بالضبط، وبالتالي دي إجابة خاطئة، والجواب الصحيح هو أحسنت يا روى. شلون صارت هاي؟ أعيد ها ها. شلون صارت؟ ها. شلون صارت هاي؟ شوفي ندى، قومي بإجراء عملية المطابقة. تحبين تطابقين بشكل عادي؟ قولين الـ آ هي عبارة عن 5، الـ إل هي عبارة عن 2، والـ آي هي عبارة عن 8. فبتقولي كلمتي في الموقع الثاني 5، وفي الموقعين الأخيرين 2-8. 5-2-8 يعني عدد رقم اللي هو 5، رقم اللي هو ويكون مطابق، واثنين ثمانية. تبحثين هنا ما تنتهي باثنين، وهاي ما بتنتهي باثنين، وهاي ما بتنتهي باثنين، هاي بتنتهي باثنين ثمانية بنفس الوقت، لكن ما في تطابقية. يعني هنا 5-5-5-5 صح. في تطابقية بالتالي في الموقع الثاني والثالث، هنا 3 وهنا 4، وبالتالي دي لا تصلح أن تكون شفرة لهذه الكلمة، والإجابة الصحيحة هي آ. 9-5-9 مكررة للتي، شايف التي مكررة مرتين، 9 موجودة مرتين، 8-2. واضحة هذا؟ إيه واضحة. يلا يا أروى. روى روى. نعم أستاذ. مطابق الأحرف الكلمة فيها أول تاء جي وآخر تاء جي، جي ما موجود. ناخذ حرف ثاني، حرف الأ بيقابل الأ. طيب أنت حكيتي بالفكرة وتعذبتي، احذفي منها شوي. تكرارية بالأولى وبالأخير. تكرار الأ. هنا ما في تكرارية. هنا ما في تكرارية. والأ. يعني. فجواب ب. إجابة. لا ب كمان فيها تكرار. وين الد؟ عفوا استاذ هلا ما استوعب السؤال. الكلمة فيها تكرار بدنا اياها. متطلع بالكلمة حرف الآ بيقابل اي. الآ تقابل الآي. طيب. فثاني حرف حيكون آ. الثاني حرف راح يكون آ. تمام. في تكرارية، هنا ثاني حرف زد خاطئة، ثاني حرف آر خاطئة، والجواب الصحيح هو بس استاذ اول وحدة ما كان لازم بدال السهم يحط اشارة يساوي؟ هنا بنفس الاسلوب ايضا يساوي، او فينا نعتبر في هذا التمرين ان السهم معناها تطابقية من الطرفين، يعني الار هي كي والكي هي ار. راح يمر علينا هيك تمارين وراح ننبهكم عليه. سؤال رقم 11 تفضل يا روى. أساس مثلاً عندنا حرف الكاف في تطابق بآخر حرف، والحرف 1-2-3-4 الخامس من الطرف الثاني، 1-2-3-4-5 رح يكون في تطابق بيناتهم العمودين هذول. تمام، حكي لنا عن التطابق، هاتي لين شو في هلا لحد الآن في تطابق بس بين أول واحد الأ. الأ ما تبقى كله إجابة خاطئة. تمام. شايفي؟ يعني هنا ببساطة وجدنا مفتاح الحل. سؤال التالي. صار رقم 12 تفضل يا روى. هذا هات لنا نشوف، هذا فكره جديده مليت من السؤال. كل حرفين بيقابلوا حرف لما هيك؟ انا شايف عمليه جمع. لا استاذ بدنا التبديل، كانه بدلنا بين اول حرفين. هات لنا شو لحظه. السي موجوده ثاني حرف وثالث حرف حطيناها اول شيء. لا 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 لا
أخذنا الجزء الأول من الكلمة الأولى. تمام أحسنتي يا روى، هيك صح. الجزء الأول من الكلمة الأولى لعند تيتي والطرفين. أخذنا الجزء الأول من الكلمة وحطيناه هون. تمام، وأخذنا كمان الجزء الأول من الكلمة الثانية ما عدا أول حرف. تمام، أخذنا قصدك الحرف الثاني والثالث وحطيناه هون. الآن نفس الداتا هاي بدي أطبقها على هاي المعادلة. كمان نفس التحويلات، نفس المواقع يا أصدقاء، هاي الفكرة تبع التمرين. يعني نأخذ الآن، نأخذ الجزء الأول أول أربع حروف، أول أربع حروف هاي أخذناها أول أربع حروف، كلمة راح تنتهي ب M A R M، نأخذ معهم بالترتيب T وال A، والجواب هو من B. الجواب هو B، مو قلنا راح تبدأ بالT و I M A R M. يعني هنا أنا فقط عندي عملية معطاة جمع بين شفرتين. طبعا جمع الشفرات لازم يكون في جمع وفق عدم ترتيب، يعني هاي مثلا لو كانت أرقام أرقام يعني تجمعونها بشكل عام، يعني إذا كان مثلا أجسام صلبة تنجمع بالترتيب، لكن هنا عندي شفرة لار، يعني أنا حاصل جمع شفرتين هو شفرة جديدة بدايتها أول أربع أحرف من الشفرة الأولى، عفوا نهايتها، والبداية تبعها هو الحرف الثاني اللي يوقع في الموقع الثاني والموقع الثالث وهكذا. طيب هذا انتهى التست الأول والثاني، نفضل الآن نروح على التست ثلاثة وأربعة. إذا فاتحين الكتاب هذا موقع التمرين الأول بالتست الرابع، هذا الموقع التمرين الأول بالتست الرابع، التست الثالث عفوا. يلا مين 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 مين؟ أسامة عجاج، أسامة بي، ما في أسامة، نورهان، أستاذ آخر كلمة تشين موجودة الأحرف، الجواب A. تشين موجودة الأحرف، طيب جواب آخر جواب، الجواب هات ليه ليه هنا، شوفي نورهان هاي لا تطابق، هاي هاي ممكن تكون هون أو هون أو هون أو هون، لو كانت هاي تطابق هاي موضوع أبسط من هيك. لازم ممكن أقول نورهان، خليني مع نورهان. تمام. نورهان فهمت الفكرة تبعي؟ يعني فهمت. يعني في تبديل، ما في إنه كل رقم يطابق. روح على العمود الأخير هون نورهان. إم مكررة أربع مرات وإن مكررة واحدة، الخمسة مكررة أربع مرات والإن مكررة مرة واحدة. الآن فيك تقولي إنه الإن مكررة مرة واحدة وكلمتي أنا تنتهي بإن، قول الإجابة لحسن الحظ طلع معك صحيحة. ها استاذنا ما بعرف أنت، أنا ما انتبهت إنه أنت اختاريتي بهالشكل ولا قمتي بعملية المطابقة هاي؟ استاذنا المطابقة بوحدي يعني بيني وبين نفسي. تمام فهمت عليك. تمام، تابع يا نور، سؤال رقم اثنين تفضلي. بي اثنين، فالجواب بين البي والجي. تمام زميلكم وين اجليت المطابقه؟ باي عمود موجوده هنا؟ العمود الاخير ولا الاول؟ لا ثاني كلمه عاد اقصد انا البيك، كلمه بيك. ايوه البي اثنين، البي اثنين. شوفوا التي مكرره مرتين، التي مكرره مرتين، والكي مكرره مرتين، البي ثلاث وليس اثنين. شو رايك فيها؟ الكي مكرره كم مره؟ اثنين. ممكن تكراريتها ممكن تكون واحد او اثنين، والتي مكرره مرتين يعني ممكن اثنين اثنين. معناها الحرف الوحيد اللي اقل تكراريه هو الثلاثه واللي مكرر مره واحده واللي هو البي، وبالتالي الـ PEK هي عبارة عن 302، ولحسن الحظ هي نفس الشفرة المطلوبة، صح ولا لا؟ بهالشكل أجري عملية المقارنة. شوفوا مثلا الآن أنا ما بستفيد من إجراء مقارنة بالعمود الثاني لأنه كله نفس الحرف E، ما بيهمني، ما بستفيد شيء، ما بيحذف لي ولا إجابة،
لما أجري عملية المقارنة مثلا بالعمود الأخير، الـ T مكررة مرتين والـ K مكررة مرتين والـ P مكررة واحدة، وبالتالي كلمتي تبدأ بالرقم 3، كل إجابة لا تبدأ بالرقم 3 إجابة خاطئة، والجواب الصحيح هو A. Next، سؤال رقم 3، تفضلوا نورهان. آخر كلمة وما قبل الأخير الام مرة بالبداية مرة بالنهاية. طيب هذا مرة بالبداية مرة بالنهاية، وهذا مرة بالبداية ومرة بالنهاية ومرة بالنهاية، وهذا مرة بالبداية ومرة بالمنتصف. يعني أصدقائي هاي من الأخطاء اللي بيوقع فيها الطلاب، يقول لو كانت الام هو الرقم الوحيد المتكرر في هذا الموقع وفي هذا الموقع واحد تمام، فيني ببساطة أحكم على الام، لكن يوجد حرف الـ أ هذا مكرر بالبداية وبالنهاية، وبالتالي أنا ما بعرف الام هل يا ترى هو عبارة عن 6-6 ولا هو عبارة عن 3-3 ولا هو عبارة عن 5-5. ما فيني أحكم، فيني ما فيني طبعا. ايه وبالتالي جواب بتعرف الرابع والخامس اللي بالوسط كلم فواحد مكرر هذا في الوسط، ف هي واحد هي واحد يعني كلمتي تبدا بالواحد لانها اكثر تكرارا. خلاص في طريقة هنا أخرى للحل، شوفوا طبعاً هاي الأبسط. الطريقة الثانية هاي مثلاً، شوفوا هذا في البداية كلمة الوحيدة يلي تكرر حرف البداية وحرف النهاية، وبالتالي هاي الشفرة ككل كاملة تقابل هاي، وبالتالي كلمتي تنتهي بالثلاثة. لكن هون بقى عندي هاي كلمتي ما فيها تكرارية، وبالتالي 3-4-3 خاطئة، وأصلاً 3-4-3 هاي الكلمة هي ISI، وبالتالي هاي إجابة خاطئة، والجواب الصحيح هو 63. تمام النور؟ تمام. نيكس، سؤال رقم 4، تفضلي نور. مكرر 3 مرات بالوسط نفس الحالة، فالآي هي ألفة. الآ هي ألفة صح؟ الآ مكررة 3 مرات في عندي هذا الحرف اسمه ألفة، هذا اسمه ألفة. طيب معناها أنت تبدأ بألفة. الجواب دي نعم دي بألفة، والجواب هو دي بهذا بهذا الأبسط. شكرا نورهان. تسنيم تفضلي. أستاذ شيء السام هو الوحيد المختلف، هو بين الـ A بالنص، يعني هو الـ A هي الدائرة وعليها الفاين، يعني مدام لقينا الفاين السام أصبح هو إشارة الأولى، الـ M هي إشارة الفوق، أصبح الـ M هي آخر وحدة، في تنتين أصبح الأخيرة هي سام، يعني حرف الـ A هي شلون حرف الـ A؟ الـ E الـ E الـ E الـ E تمام تركي تمام احكي لي ليش حذفت الـ G إذا سمحتي؟ الـ G لأنه نحن هاي الـ G لقينا حرف الـ M، لأنه هاي هي نفسها صح هي السام لقيناها مدام لقينا حرف الـ M. ممتاز أحسنتي. تابع تسنيم أز ما فهمت. ها شوف محمد، زميلتك أجرت عملية فرز في هذا العمود، قالت عندي الآ مكرر 4 مرات والآ ما في تكرارية، سهم نحو الأسفل سهم نحو الأسفل سهم نحو الأسفل سهم نحو الأسفل، معناته هاي الشفرة كاملة تطابق هاي الكلمة كاملة بشكل كامل، وبالتالي ببساطة أوجدت
الام هو سهم نحو الاعلى، كل اجابه لا تنتهي بسهم نحو الاعلى حذفتها زميلتك. الان ظل عندي السي والاي، اجابتين يحتويان سهم نحو الاعلى. تمام. الاي شلون صارت هاي؟ ليش شلون صارت عمليه المطابقه ندى؟ إيه؟ إيه ما فهمت شلون يعني عايز. ما فهمت استاذ، ممكن اشرحهم انا اذا في ممكن؟ ثواني بس، خذي هذا العمود، مع هذا العمود قمت باجراء عمليه المطابقه صح؟ ايه. طبقي الاي شو بتقابل؟ سهم نحو الاسفل. الار شو بتقابل؟ بتقابل فاي. طيب الان لما بتاخذي سهم نحو الاسفل كل الاجابات فيها سهم نحو الاسفل ما عدا الاجابه سي. زميلتك شو ساوت؟ قالت الكلمة الوحيدة المميزة عن كل الشفرات بالحرف آ، كل الشفرات تحتوي إي، الكلمة الوحيدة اللي تحتوي آ هي كلمة سام، تقابل بالشفرة كل كلمة لا تحتوي سهم نحو الأسفل، يعني تقابل دلتا فاي سهم نحو الأعلى. يعني الإم هي شو؟ سهم نحو الأعلى. بحذف الإجابات، لما تحذف الإجابات شو الإجابة اللي تنتهي بسهم نحو الأعلى؟ هي الإجابة الصحيحة، وما تبقى إجابة خاطئة. عمليات التطابق ممكن تكون تطابق أعمدة، ممكن تكون تطابق أسطر. زميلتكم هون استخدمت موضوع تطابق الأسطر، طابقت شيفرة أوجدتها وأخذت منها حرف الإم وقالت كلمتي تنتهي بحرف الإم، بعدين صار عندها إجابتين الجي والإي. ليش حذفت الجي؟ لأن الجي سهم فاين دلتا، سهم فاين دلتا شو بيقابل؟ سامو. أنا كلمتي شو؟ يام. يام. واضحة ندى؟ إيه فهمت عليك. محمد؟ هذا سام أنا. إيه فهمت. تمام. نيكس. يلا تسنيم تابع. لا أستاذ خلص مدام فهمت السؤال. يا مد ها يعني سؤال تاني؟ ايه ها تمام. الار المختلف في الطبقة الثالثة تور، المدام التور هي سبعة، الراء هي سبعة، أصبح الراء لازم تكون بالنص، يعني راح يكون سبعة، أصبح بالإي يعني إي هو 375. تمام طلعت معك الإجابة، والإجابة هي 375. نفس الأسلوب زميلتكم، قامت بإجراء عملية فرزة الإيش؟ الشيء، الشيء هو خمسة، معناته الآر هي سبعة، معناته هاي الشفرة كاملة تقابل هاي، يعني بدل ما توجد حرف واحد أوجدت الثلاث حروف. ولحسن الحظ الآر كفاها، الآر موجودة بال بال بالنون جيفن بالمجهول، يعني كلمة الشفرة الخاصة لدي سوف يتوسطها العدد سبعة. بالبحث ضمن الإجابات الإجابة الصحيحة هي إي. تسنيم تفضل تابع. تمام. في الخمسة خمسة مكررة مرتين. أيوة. الخمسة هي الأو. طولي بالك. طولي بالك. هون بلشنا خربط. تمام. في أطول الخمسة مع الخمسة مكررة مرتين. بس أنا عندي الأربعة أربعة مكررة مرتين. يعني ما في. لا أنا قصدي على العمود الأفقي. عمود الأفقي. إيه. يعني الأفقي. الطويل يعني العمودي مبين. ايه تمام العمودي. أيوة. الاو مكرره مرتين اصبح الاو هي خمسه. تمام، اخذت زميلتكم هذا العمود واجرت عمليات المطابقه ضمن هذا العمود مع هذا العمود، فقالت الحرف الوحيد المكرر مرتين هو الاو يقابل العدد الوحيد المكرر مرتين هو الخمسه. لكن شوفي هون ما في عندك لا او لا خمسه، ليش طلعتي لي هاي المعلومه؟ بدي افهم متى لقينا تحت هي ها. لا في استاذ الاول وحده مو مكرره 5 5 اصبح 518 هي الاي، وفيها حرف الاي، الاي هو 8 اصبح بالنص لازم يكون 8، ما دام الكل في 8 في شخص في شغلتين بس فيها 8 هي الاي والاي، والفوق في اول حرف هو متكرره مرتين اصبح الجواب هو 283. 203 ثواني بس. هلا لحد انا لحد الان ما فهمت، مو بتوقع حدا من الزملاء فهم ليش اختاريتي هالاجابه. وصلنا لعند الاو تساوي خمسه،
الخطوة التالية. صح أستاذ. بعدون الخطوة الثانية هي في كلمة أويه. أويه هي بلشة بحرف الخمسة صح؟ وما فيها تكرارية مشان ما يقولوا لك إنه في كلمة أخرى مبلشة بحرف ال... زي ما أنتم عم تقول الأو هي خمسة وهنا في تكرارية معناته هاي الشفرة كاملة هاي الشفرة تقابل هاي تمام وهاي الشفرة الأخرى تبعت ال... تبدأ أيضا بخمسة تقابل هاي. وجدت زميلتكم بإجراء عملية المطابقة أن الـ E تقابل الثمانية وكلمة فيها ثمانية. تمام. حذفت الإجابات اللي ما بتتوسطها ثمانية. ظل عندها إجابة الـ B والـ D. ظل التيف والفن. في لاحظ في شغلة أنه آخرة التيف الفاء الإف مكررة بآخر وبأول السطر. ما في عندك حرف آخر مكرر بآخر بأول السطر؟ لا ما في. طيب هذا التمرين ما في بس بغير تمارين ممكن يكون فيه. ايه يمكن. راعي وننتبه بشكل جيد. يعني الفي شو بتكون؟ الفي هي بتكون اثنين. تمام. الفي زميلكم عم تقول انه هذه الشفرة وهاي الشفرة وين هاي؟ الاثنين مكررة في البداية والنهاية. معناته الفي اثنين وبالتالي حذفنا البي ستة والبي هي الإجابة الصحيحة. استاذ في حل في طريقة أسهل؟ طبعا في طريقة أسهل للحل تفضلي هات أعطينا إياها لشو. تمام. في شيء مكرر أنه الإف مثلا الإف والفي هنا الآخر جايين آخر كيف أشرحها؟ لاحظ حطيت لي شغط عليها الاف والف جايين عكس بعض وما في بالخيارات غير شغلتين عكس بعض هنن الاثنين وثمانية وثمانية واثنين. تمام. زميلكم عم تقول انه الاي اف والاف اي هي التكرارية الوحيدة الموجودة يعني هنا تي او هنا تي او هنا يائي. فبحثت بالإجابات 82 و28. طب أستاذ معلش سؤال. تفضلي. ما نقدر نكتفي بس بالإف يعني هي الإف تنتهي وتبلش بالإف وتنتهي بالإف وهي اثنين ومعنا غير البي يبدأ باثنين. تمام ضمن التكرارية الموجودة يعني ضمن هذا التمرين في حالة هذا التمرين فقط فينا نعتبر هذا الطريقة الصحيحة. يعني نقدر نكتفي بس بالإف. طبعا 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 فيني استخدم عملية مطابقة جماعية وفيني ما أحل مثل ما حلت تسنيم وهكذا يعني الطريقة اللي بدنا إياها. تمام. تسنيم تابعي. تسنيم بكفي. مين بعد تسنيم؟ محمد. شكرا تسنيم. يلا يا محمد زي أنا أستاذ؟ إيه طبعا أستاذ. في الري والسي الرم تكررها ثلاث مرات آخر شيء. تمام. السين تكررها مرتين. طيب هنا يعني ضمن هذا العمود زميلكم عم يقول الآر تقابل الرقم ستة والإس تقابل الرقم خمسة كلمتي تبدأ بخمسة وتنتهي بالستة صح كلامك؟ وبعدين عندنا الأو متكررة مرتين بالنص يعني اثنين الأو. الأو أيضا ضمن هذا العمود طبعا هو بعد ما قال يعني الإس خمسة والآر ستة حذفت عنده ثلاث إجابات خمسة ستة خمسة ستة بقي أنه مفتاح صغير مشان يوصل للحل. لما قام بإجراء عملية المطابقة هنا ندى شايفة بالنص وجد أن الأو مكررة مرتين وبالتالي الأو هو اثنين والإي هي أربعة وبالتالي الجواب الصحيح هو. أستاذ في طريقة أسهل ممكن أقوله؟ إيه تفضلي تسنيم أنا بحب الطرق السهلة. الفاس الفاس هي الوحيدة المكررة من الخيارات الأولى. الفاس بتكون هي 845 ولقينا الاس الاس بتكون 5 الأصبح الاس 5 ومنلاقي الاس 5 ها تمام غلط. لا طريقة معناته محمد أسرع صح. يلا يا محمد إذا أستاذ ما فهمته ندى ندى شوفي روحي على هذا العمود شايفتي هي. شو بيقابله؟ ستة. تمام. كم تكرارية موجودة بالآر؟ ثلاثة. ثلاث مرات. كم تكرارية موجودة بالستة؟ ستة مرتين. معناته الآر شو بتكون؟ ستة. ستة
شو بضل عندي الاثنين شو بتكون الاس صح او عفوا الخمسه الخمسه تقابل الاس الخمسه هي الاس وما تبقى هذول هم الار طيب يعني كلمتي تبدا بخمسه وتنتهي بسته انا بدات بخمسه وانتهت بسته احتمال تكون اجابه صحيحه هنا ما بدات بخمسه وهنا ما بدات بخمسه وهنا ما بدات بخمسه خمسه سته خمسه سته الان الاو مفتاح الاو بنروح نجري عمليه المقارنه بالعمود الثاني هنا الاو تقابل الاثنين ليش لانه مكرر مرتين اثنين والاي هي الاربعه وبالتالي الاجابه الصحيحه هي هي تمام ندى بس استاذ قال او الاولى مقابلها اربعه شلون صارت اثنين الاي هي اللي تقابل اربعه كم تكراريه في الاي ثلاث تكراريه كم يقابل تكراريه هي الأربعة بينما الأو تكراريتين الأو هي الاثنين أنا قلت على الأو الأو اثنين لأنه مكررة مرتين الإي أربعة لأنه مكررة ثلاث مرات فهمت عليك آسف كمان في نحن عندنا الإس مكررة مرتين بأول سطر ومكررة مرتين بآخر سطر إيه هيك بنعرف الإس شوي تمام فيك أيضا طريقة صحيحة محمد هذا خلصنا من نمو نعم تسعة تفضل استاذ الكي اخر شيء متكرره مره يعني جملة يعني كل هالشفرة هاي ستة. طيب يعني الاثنين حرف الاي كلتان حرف الاي يعني ما استفدنا شيء من هاي ستة كلمات كل كلمة كل كمان جي نعم ها بنفس الاسلوب زميلكم قال الثلاثة هي ال معناته هذول الشفرات أيا يكون تقابل هذول الشفرات معناها هذول عندي 526 هي سي اي كي الكي هي الستة والاي هي اثنين كي كي وبالتالي الكلمة الوحيدة تبدأ بكي هي السي next صار رقم 10 تفضل محمد اخر شيء في الياء الواي يعني متكرر مرتين طيب رقم 1 يعني زي ما لكم عم يقول باجراء شايفين يعني صرتوا اسرع توصلون للمفاتيح الواي 1 لكن الاي 9 الاي 9 الواي 1 قام ايضا باجراء عمليه مطابقه وجد الاي هي 9 يعني هنا كلمتك تبدا ب 9 مع انك ما استفادت من مفتاح الواي طيب ماشي هلا راح اقول يا استاذ انا استفادت من مفتاح الواي لان الاجابه واحد فيها واحد وكلمتي لا تحتوي على الواي نعم وبالتالي الجواب الصحيح هو دي هم التبرير ليش؟ أنا بهمني التبرير مو الإجابة زميلكم اعتقدنا بالبداية أنه أوجد حرف الواي بدون ما يستفيد منه وجد حرف الإي حذف ثلاث إجابة ظل إجابتين الإجابة هي حرف الواحد والواحد يعني لازم يكون الشفرة اللي تقابل تنتهي بالواي هنا انتهت بإل ولم تنتهي بالواي وبالتالي واحد إجابة خاطئة والجواب الصحيح هو دي بس استاذ شلون واي تقابلها واحد؟ واي ليش تقابلها واحد؟ روح على العمود الاخير ندى ها هاي العمود الاخير الواي كم مره مكرره؟ مرتين في تكراريه اخرى هنا غريبه؟ لا تعاد الياء والياء بالاول حرف روح على اخر عمود شو العدد اللي مكرر مرتين؟ واحد معناته الواي شو بتقابل؟ واحد زميلكم رجع العمود الثاني وجد الاي مكررة مرتين وما في تكرارية أخرى وبالتالي الاي اللي مكررة مرتين تقابل في تكرارية الأعداد المقابلة لها هي العدد 9 لسه قال هنا في المنتصف 9 وحذف الإجابات هاي طلع عنده الاي والدي لما قال هنا وجد واحد يعني هنا لازم تنوجد واي أنا الشفرة المجهولة عندي ما فيها واي وبالتالي هاي
لا تقابل التيل. 792 هي الشفرة الصحيحة اللي بتقابلها. تابع محمد رقم 11 محمد بيت. كي في أول صف متكررة مرتين. طبعا الكي زميلكم عم يقول مكررة مرتين، مع أنك أنت عم تختار زميلكم عم يتطلع هون كأنه مباشرة عم يقوم بإجراء عملية المطابقة. يعني أنا بنصح أنه نشوف المجهول. تمام تابع. الكي واحد. الكي واحد. هل كل شيء فيه واحد بنحسبه محسن؟ أنت مضلعنا الأودي. صح. صح. تحذف تشوفوا زميلكم استفاد من هالمعلومة. يعني ما في مفتاح غير مفيد إطلاقا للحل. بعض التمارين فعلا في مفاتيح أسميها مفاتيح صرف وقت بس تستهلك وقتنا، لكن في هذا النوع من التمارين الكي طلعت معه واحد. قال زميلكم إنه ما في أنا شفرة لدي حرف الكي، كل إجابة فيها كي حذفها. تمام بعدين. هلا الآن ماذا؟ هاي صفر أبي الكل. ما بستفيد. ضل. طيب أستاذ. التابع البي مكررة بالعمود الأول بالأخير وبأول كلمة. طيب الاس الاس مكررة بالأخير وبأول الكلمة. فيك تميزيلي الآن بين الإس والبي؟ عندك قدرة؟ ما فينا. تمام. معناها روح على الغير. استاذ عنا. إيه. استاذ لأنه الكي مكررة مرتين أصبح الكي هي واحد. طيب واحد فهمت شو قصدك، يعني هاي كلها تقابل هاي كلها. تمام. صح. لأنا تمام. والواي هي خمسة. بس ما بالمقابل استاذ الآب يروح جواب ده لأنه كلمة كأنها مكررة أبداً، لا في البداية ولا في النهاية، غير بس في النهاية موجودة. والواي كمان نفس الشيء، فنحن الواي عرفناها الياء كلمة ياء عرفنا إنه 501، فكلمة أيوة. كان هي 304 رح تكون الواي 501 لأنه الأربعة مو مكرر أبداً. زميلتكم هون شوفوا ما بحثت عن التكرارية، بحثت عن العدد الأقل تكراراً واللي هو حرف الني. شوفوا شوفوا هذا التسنون الحل. الاس مع الاس مكرر، خذوا حرفين مكررين مرتين. الكي مع الكي مكرر، قولوا ها. والاس مع الاس حذفنا. شو ايضا عندي تكرارية بالا كله، في عندي بي مع الواي، الفي مع الواي، وفي عندي التي مع السي. التي مع السي استاذ البي مكرر. بي البي مكرر وين؟ تمام البي مكرر. الواي عرفناه واحد، ظل عندنا بين التي والني، يعني بين الأربعة والستة. استاذ بس بنفس الوقت الثلاثة مكررة، كلمة سات الثلاثة مكررة. تمام. بس عندي طريقة سريعة. الثلاثة أيضا فيها تكرار. هذا لا التي والني احتمال يكون 64، تمام، لسبب بالباص ما في 64 لازم يكون 304 مع تنلغي الإجابة. تمام والإجابة الصحيحة هي دي أيضا بتصير. يعني شوفوا بعد فترة من الزمن صيروا أنتوا تكتشفون الطرق الجديدة. استاذ طريقة أسرع. هات اللي شو تفضلي. استاذ نحن استبعدنا 102 و106، معناتها الجواب رح يبتدي يا بستة يا بستة يا باثنين. استبعدنا ال 102 وال 106. تمام فالجواب يعني رح يبتدي يا بستة يا باثنين، يا بستة يا باثنين، وما في عندي ستة وبالتالي رح يبدا باثنين. هاي اسرع طريقة. شكرا انك هادي. شلون صارت مثل ما قالت هي؟ شوفي ها شوفي الان باجراء عملية المطابقة ندى الكي هي المرة الوحيدة المكررة، يعني الكي تساوي شو؟ واحد. كلمتي ما فيها كي، يعني كل إجابة فيها حرف واحد محذوفة. رجع زميلكم عم تقول إنه كونه ما في كي معناها أنا مستبعد الإجابة اللي تبدأ، أو الإجابة إما 106 إما راح تبدأ بستة أو راح تبدأ باثنين. ليش؟ لأنه الكي تنتهي بإن والكي تنتهي ببي. أنا بدي عم دور على بي، أنا عم دور على مين؟ على بي.
يعني كلمتي هاي يا تبدأ بالستة يا تبدأ باثنين، أنا ما في ستة، هاي ثلاثة وبالتالي اثنين هي الإجابة الصحيحة. طريقة صحيحة. هي قصدها على البداية، بداية الرقم، نهاية الرقم، النهاية كلمة باس، باس شايفة؟ ايه. أنا مو K-A-N هاي الكلمة، ثواني بس شوفي، هاي الكلمة هاي وهاي الكلمة تقابل إما 102 أو تقابل 106، بغض النظر مين بيقابل مين، أنا ما بيهمني. الآن الكي تقابل الواحد أكيد، لأنه بعد إجراء عملية المطابقة بين هذا العمود وهذا العمود الكي تساوي واحد، حذفت الإجابة، ظل عندي الإجابة إما 304 أو 203، يا 304 يا 203. الآن الكلمة الخاصة لدي شو هي، تبدأ بشو؟ بي بي. يعني أنا عندي من الشغلات المجهولة علي البي موجودة في الكاب، وممكن البي تأخذ كإجابة أو كمواقع، يا تكون ستة يا تكون اثنين، وأنا ما بعرف بصراحة. فالإجابة تبعي يا تبدأ باثنين أو تبدأ بستة الشفرة. هنا ما في بدأت بستة، وبالتالي حكما شو بدأت باثنين. إيه فهمت لك. تابع. يلا يا محمد، سؤال رقم 12. لحظة. أستاذ الكي ما متكرر أبداً. كي غير مكرر، ما في حرف آخر غير مكرر إطلاقاً. أستاذ ممكن أحلى؟ نعمل هيك إنه الياء بتروح، الياء الأولى بتروح مع الياء تحت الآخر السطر، والباء الأولى بتروح مع الباء آخر السطر، والتاء بتروح مع آخر السطر، والتاء بتروح مع آخر السطر. ما الجواب باء. تمام تمام تسليم. هلا بأخذ، هلا فهمت طريقتك تسليم، هلا بأخذ إجابتك. سنة عم اسال محمد الجواب ب، ما بيهمني الجواب، اعطيني الطريقه. لاني الكي ما متكرره ولا مره الكي اخر شيء، زميلكم عم يقول الكي مو مكرره ولا مره اخر شيء. هي يعني الان بده يفوت بعمليات بحث عميقه، هات لنشوف. اربعه مو اربعه تمام. اربعه كلمتي تنتهي بالرقم اربعه، والاجابه هي دي صحيحه مضبوط 100%. الطريقه الثانيه طريقه التسليم، ومثل ما قلت يعني بنروح رقم مع رقم، ما بضل غير طريقه المتكرر. تدخل الواي مع الواي وتقول طبعا ايضا تسليم عم تدور على فكره على الحرف الغير مكرر، لكن طريقه التسليم غير طريقه، وانا هيك يعني سويت ما مباشره يعني ما طريقه محمد بالبحث. طريقه التسليم بالحذف، تقول التي مع التي والفي مع الفي والخلص والسي مع السي، ظل عندي الكي والتشي، تروح نفس التكنيك تماما، تصير تحذف كل حرفين متشابهين، كل اثنين متشابهين تحذفهم. هاي الشفرة هي هاي، هي نفس الكلمة الموجودة عندي، نفس المجهولة طبعا، هاي بالصدفة نفس الموجودة. كي تنتهي بأربعة، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي دي. صحيح تسليم، مضبوط يا محمد صحيح. التمرين رقم رقم أربعة. شكرا يا محمد. مين يا أصدقاء؟ آلاء الفيح، تفضلي يا آلاء، مش فيك كان بدك تحلي؟ نسينا أنت. يلا تفضلي يا آلاء. تمام أستاذ. ما هو نفس ندور على شو اسم الحرف المتشابه. طيب. المتشابه، نبلل كم متشابه. في عندنا أول الكلمة وهو في عندنا آخر الكلمة. في عندنا حرف كثير بأول الكلمة، الشيء. أول الكلمة بقى. الكي في عنا من كلمة كوش، أول الكلمة في كي، وآخر كلمة كلمة شاك. تمام، في عندي أيضا كلمة شاك تبدأ بشيء أول الكلمة وتنتهي بشيء آخر الكلمة. شو بدك تميز الآن بين الكي والشيء؟ صح؟ أعطي فكرة؟ تسليم ثواني هلا بأخذ فكرتك بعد ألا. تزاني كمان عندي طريقة. تمام بأخذ إن شاء الله بعد ما أخلص ألا. يعني هون استاذ ما في عمود اول، شلون بدي احل؟
هاي العمود الأول هاي الأجوبة بكتب لك ياهن هون بشكل عمودي ما بتفرق. شوف كلمتي ما فيها تكرارية، الكلمة هاي تبعي ما فيها تكرارية، هنا في تكرارية خاطئة وهنا في تكرارية خاطئة. هاي حذفنا، هاي حذفت لك أنا إجابتين. لسه في تكرارية أيضا وين الجي ها تمام، يعني البي أو بي خاطئة والتي أي تي خاطئة والإس آي إس خاطئة. لا بدك تميزي بين البوش والشاف. هنا تاز خلي رفقاتي بيجاوبوا. تمام ناخذ مثلا محمد. استاذ اول شيء بنطلع الاب النص مكرره مرتين، رقم 2 هي الاو مكرره بالمنتصف مرتين، الاو الان بحث ضمن الاجابات الار مقابل الاثنين. استاذ بعدين مثل ما قلت كلمتي ما فيها اه مثل ما قلت هي اول حرف واخر حرف ما في غير الاو، نحن ما بدنا الا فالجواب اه يعني 948. تسنيم شو الفكره؟ نفس الفكرة أستاذ. تمام. شوفي آلة هنا أول طريقة صح واللي هي حذف المكرر، تكرارية 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 خاطئة. الآن بدي أختار بين 948 و 829 خلاص إجري عملية مقارنة. هاي عملية مقارنة O A I U A، الآ هو المكرر مرتين، 4 3 1 2 2 يعني الآ شو بتقابل؟ اثنين. أنا في كلمتي ما في حرف الآ وبالتالي هي خاطئة والجواب الصحيح هي 948. أنا ما تقول التكرار تحذف التكرار، بس أيه التكرار؟ التكرار؟ أنا ما أحذف التكرار، أنا وصلت للحل لإيجاد التكرار، هذا التكرار شايفتي؟ إيه يعني هنا لما أبحث أنا في هالمواقع بالعمود الثاني في كل عملية بحث لازم يكون في عندي تكرار، ما في تكرارية غير بالاثنين صح؟ أنا في الآن شو بتقابل؟ قابل الاثنين. شوف صار كتير كبيرة. تمام يا آلاء وصلت الفكرة؟ تمام أستاذ إن شاء الله. يلا آلاء تفضلي. هو لأن أولادي عم يضوجوا لك لهيك ما عم أحسن نركز يعني. طيب ما في مشكلة بسيطة. مين أيضا بيكمل معنا بالحل؟ ما أستاذ أيوب. يلا يا أيوب. أستاذ عندي الشيء بتقابل اثنين. تمام بإجراء عملية المطابقة هنا زميلكم طابق عمود بعمود، طابق عمود بعمود، قال إنه التي مكررة ثلاث مرات والتشي مكررة مرتين، معناها التي تقابل الواحد والتشي تقابل الاثنين، وكلمتي تبدأ بتشي يعني تبدأ باثنين. وهاي أستاذ وعندي التشي هي اثنين، وعندي هون في التاج آخر شيء عندي اثنين، معناته التشي مو هيك أيوب؟ قول أنت مو وجدت هذا المفتاح استفيد منه. واحد ثلاثة اثنين التشي تقابل الواحد صح؟ وأنا كلمتي ما فيها التشي يعني ما فيها واحد، معناته ما فيها واحد، معناته الجواب جي. الجواب هو جي. أحسن تابع. أيوة تفضل سؤال رقم 3. أستاذ الواي مكررة معناتها هي صفر. الواي مكررة امتحن معناها كلمتي واي هي الصفر، الكلمة ما فيها صفر بامتحن. طيب هذا في غلط صار. شو هو السلام؟ عندك كمان من مكررة أول عفوا آه. آه ثواني 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 أنا شردت. ليش في عندك الإن مكررة؟ شلون حكمت على إنه الواي هي صفر؟ اللوس هي الوحيدة المكررة هي الجواب. آه هي الجواب آه صح؟ صحيح؟ نعم تمام. تابع أيوب تفضل تمرين رقم 4.
أيوب استاذ المج والشود من المكررات إذا هذوك مكررات كل شيء فيه تكرار بحذفه 404 بحذفه 757 بحذفه 252 بحذفه تمام جي أحذفه برضه الأستاذ أو يقابله 5×5 تمام هنا زميلكم بإجراء عملية المطابقة هاي وجد إنه اليو مكرر 3 مرات تحذف اليو يقابل الخمسة وأنا كلمتي ما فيها حرف اليو وبالتالي لا يوجد فيها الرقم 5 والإجابة الصحيحة هي تمام بالضبط 5 دقائق وننهي الجلسة يا أصدقاء سؤال رقم 6 تفضل أيوب أيوب حرف الأول والأخير مكرر معناتها بيقابل 505 الآي هي 5 الآي 5 كل إجابة فيها 5 أيضا محذفة أستاذ عندي تقابل الصفر ما تابع أستاذ عندي الآن مكررة في الأول وفي الوسط بدك تشوف إذا ما في حرف آخر مكرر بالأول وبالوسط فيك تحدد الآن ما في حرف مكرر بالأول لا هون الإن ما بصير ما فيك تحدد الإن إنها مكررة بالأول أي بالأو بالأول والأخير الأو بالأول والأخير خليني أدور ما في حرف مكرر بالأول والأخير صح ثمانية مكرر بالأول والأخير تمام الثمانية مكرر بالأول والأخير يعني يعني الأو تقابل الثمانية وهي معلومة غير نافعة الأو دي بحذفه بضل عندي الجواب جي تمام ها الأو تقابل الثمانية كلمتك ما بيها أو تحذفها وبالتالي الجواب هو جي يعني طريقة صعبة في أسهل منها والله يسهل فيها صعوبة أتوقع مو صعبة كتير أستاذ بسيطة مو صعبة لا مو صعبة هنا شوفوا يعني هنا بحث عن التكرارية الجي هو الحرف الوحيد بس ما في تكراري ما في تكراري عفوا البحث عن المفقود يعني عن عدم التكرارية هون الآ أيضا الآي في تكرارية فيها الان فيها تكرارية والاو فيها تكرارية اليو ايضا غير مكررة يعني هذا التكنيك هذا الاو جي هو الرقم الوحيد الغير مكرر او بالاحرى الاو على حد هو الرقم الوحيد الغير مكرر يعني بالنظر 5 فيها تكرارية 8 فيها تكرارية 2 فيها تكرارية الصفر شو هذا جاي الصفر هو كي صح الصفر كي طيب السبعة ما فيها تكرارية شو هي السبعة السبعة قلنا هي او لكن قبلها الستة والستة فيها تكرارية واللي هي حرف الان يعني شوف انا فرستها بشكل كامل يعني انا برايي انه ننظر الى هذول الرقمين اللي ما فيهم تكرارية اطلاقا ومتتاليين الرقمين الوحيدين ما فيهم تكرارية إطلاقاً ومتتاليين هما عبارة عن 3 و4 راح تقول لي أستاذ السبعة قدامها 6 و6 مكررة راح تقول لي الثمانية قدامها 2 و2 مكررة هذا بالأساس خاطئ وبالتالي الجواب الصحيح هو السي طيب سؤال رقم 6 تفضل محمد محمد أو سام عصام شكرا محمد عصام تفضل سهل هذا السؤال تعال سهل يعني احنا نطلع على آخر سطر الام كرر عنا 4 مرات فالام 7 نحذف آ طيب فاستعني سطر في عنا الأو والآ
كررها طيب. مرتين. ثلاث مرات الآن كررها والأو مرتين. معناتها الآن إحنا هي عنا إياها اثنين الآن. بس عم نحذف الدا والا بضل عنا بي وسي. كأنك خربطت. لا صح. هاي طيب. بعدين. بس بعدين ما عرفت ما عرفت. خلاص وصلنا للحد النهائي. أساس. هذا شو؟ مين عنده فكرة؟ 127 لا ما راح استاذ عندي انا كلمة تاز هي الا تقابل الا لانه الست هي زي الست هي زي طيب فبنفس الوقت البي بده يروح لانه ما عندي بالكلمة المطلوب ما عندي حرف زي يعني ما عندي رقم الست لازم طيب البي محذوف طب صفى عندي شوفوا زي ما انتم عم تقولوا الستة هي زي وانا في كلمتي ما فيها حرف زي ما فيها زي ما فيها زي بالبداية جام وبالتالي البي تحرف بناء على هذه المعلومة صح الجواب الصحيح هو جي لما قامت بإجراء عملية المطابقة وجدت ان الزد هي ستة وانا في الإجابات يوجد ستة وستة ما تقابل الزد زد غير موجود بالمجهول وبالتالي هي إجابة خاطئة. ترتيب صحيح طريقة صحيحة. رقم سبعة عصام تابع. إحنا كمان عن آخر سطر الري مكرر ثلاث مرات. لساب الري تسعة نحذف البي والسي. طيب. هون سنتج إن إس خمسة. معناته بده يكون أول شيء خمسة عنا. الإس خمسة ليش؟ يعني عنا آخر سطر الإس مكرر مرتين. طيب الإس خمسة. يعني هذا تبدأ بخمسة تنتهي بتسعة طيب أوه. هاي ثاني سطر في عنا الـ A كررها مرتين والـ F لا الـ O كررها مرتين الـ F ما أنا مكررها معناتها هون يطلع عنا الـ F هو ثلاثة اللي هي C طيب والـ A شو بتكون؟ ثمانية ثمانية والجواب هو صحيح قام بإجراء زميلكم عمليات مطابقة أكثر من عملية تسع عمليات طبعا في طريقة أسهل للحل لكن وصلنا للجواب تابع عصام هلا هون كمان إحنا طلع على أول سطر ما في عنا تشابه طلع ثاني سطر الآية كله مكرر آخر سطر عنا الريم كرر مرتين طيب الريم مكرر مرتين الري ثلاثة طيب الري هي عبارة عن ثلاثة كلمتي راح تبدأ بثلاثة بمعنى غير بي والإجابة الصحيحة هي بي أحسن نيكس سؤال رقم تسعة في عنا أول سطر الاس كمان كرر مرتين طلع لي طيب الاس هي عبارة عن سهم لتحت تاني سطر عن الآم كرر أربع مرات والسهم لفوق والسهم نحو الأعلى صح؟ إيه ساس ما استفادت شيء آخر سطر آخر سطر عن الآم كرر مرتين والكين هو الحال ما نكرر يعني الحال اللي مثل يعني بس يعني لو فورا نبدأ من النهاية راح توصل للمفهوم من البي مكرر مرتين والكي مكرر مرتين تكرار 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 والجواب الصحيح هو اي هي نفس المجهوله ايضا صحيح بس يا اصدقائي خلص اليوم ما راح نحل اكثر من هيك اذا سمحتوا هذا التمرين التست رقم أربعة حل من أربعة الى عشرة أربعة حليناه يعني ظل في تقريبا ثلاث تمارين الواجب التمارين خمسة إلى عشرة بأي كتاب؟ كتاب IQ 1 أستاذ نرسل لك ياهن خاص؟ IQ 1 اللي بده يرسلهم يرسلهم لكن
أنا الواجب إنه لازم تحلوه من كل بد وسهل بينحل. إن الكتاب رقم IQ 3 تحلونا أيضا من 1 إلى 5. من 1 إلى 5 يعني أسئلة ولا عدد الصفحات؟ تستات تيست، كل تيست في 10 تمارين. تمام. الكتب مقسمة إذا شفتوها مقسمة لتستات. هذا الواجب تبعنا وهذا الدرس تبعنا اليوم. شكرا كثير للي شارك معنا أصدقاء جلسات لايكيو، جلسات تدريبية لازم تشارك تكون مع الأستاذ وتكون دائما حاضر. وشكرا لكم. في حد عنده سؤال؟ لا تصلي على خلاف يا رب. عفان الله وإياكم، نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.